هنا التفريغ، هنا التفريغ بقى بتاع الحمام، وده هنا الحمام اللي انا قلت لك على حضرتك اللي هم القص اللي هم كده. ده اللي ما عندوش بق؟ ده اللي مالوش بق خالص ده. ده دكر ولا ده دكر؟ ده دكر شكله. ما عندوش بق خالص. ده بقى لما بيبيض احنا بناخد البيض بتاعه بنقيده عندنا في اجنتا اوريها لحضرتك. وتحت حمام تاني بوش ببوس دي اهي الست اهي. دي قاعده على بيضه؟ قاعده على بيضه. بس انت هتاخدها بقى تحطها عند جوز تاني. حاجه تاني وايدها. دي النتايه. دي النتايه بتاعته برضه. دي ما عندهاش بقى خالص. ما عندهاش بقى خالص عشان برضه لازم ابقى ايه؟ برضه محافظ على الصوره، ما ينفعش اديله حاجه اطول من كده. احنا متاسفين. ماشي. هي دي لسه بيضه جوز هنا اهو. استني يا حمام. هنبص ونرجعه لك. هي لسه بيضه اهي البيضه دي. البيضتين دول بتوعها اهم. تخيل حاسه فيهم بكاء. سبحان الله. فبناخدها بقى. عنده زغاليل؟ فعندي بقى دلتا بيضهم كده هروح كاتب عليها الرقم بتاعها واسم الباب. وعندي الدبله. بتكتب بالماركر. بركب بكتب اهو كده حاجه زي كده اهو. وتأيد. وأيد عندي في الدفتر زي كده اهو. يعني عندك كشكول اهو كده اهو مثلا مثلا 67 عند 4 باب رقم 55 بكتب على البيضه واقعد عند مين. وبعد ما يطلعوا عيال ويكبروا شويه كده عندي دبله بلبسها له في رجليه زي اللي لابسها ابوه كده بلبسها له في رجله وراح كاتب ده ابن فلان. افضل طول عمري عارف ده ابن مين. جه ابوه مات حصل له اي حاجه ببقى اروح جايب ابنه من المكان اللي انا شايله فيه اروح ايه مجوزه لخالته لبنت خالته لعمته ان انا ارجع الدم بتاع العيله تاني. يبقى انا عندي الشكل محافظ عليه هو هو. عندك بيضه؟ عندي بقى بيضه. عندي عياله برضو لسه هم. ده طبعا بشويش بشويش يا ابراهيم. ده طبعا الحمام اللي هو ده بقى بياكل عيالهم. ده بقه ياكل بيه. ده بقه ياكل بيه اي حاجه. فانت هتاخد البيض ده تحطه عند الحمام. باخده احطه عند ده عشان خاطر ده هو اللي يعرف ياكل ده. ده ما يعرفش ياكل عند ده خالص. بس انت سهيته كده. دي اهو. يا خبر ابيض. دي حماميه اهي. يا خبر ابيض. لسه هي في الحصايه. يا خبر ابيض. الله اكبر. قل اعوذ برب. دي بنتهم بقى. دول عيال. لا ما تدينيش عيال تاني انا خايف. افتحي بقى البيضه انت بايديكي بقى. لا انا اخاف أيوة اعمل حاجه أيوة. غلط. ايوه شد كده ايوه كده. اهلا في الحياه. ايوه كده. اهلا بيكي. اهلا بيكي هتطيري وتعيشي في الجماليه تعيد لي. دي بقى عيالهم. وتطيري بين المآذن والجوامع والحاجات. هنا بقى البيضه مكتوب على الرقم اهي. باخد بقى انا الرقم اللي كان مكتوب عليهم روح مقيده عندي في الكشكول. ده غلبان قوي رجعه. انت بتعمل كل ده يا ابراهيم لوحدك ولا في حد بيساعدك؟ لا في حد معايا بيساعدني طبعا. مين بيساعدني؟ معايا ابو عظيم ده بيساعدني على طول في الغيه فوق. يبقى كل واحد فينا ماسك حاجه. انا ماسك هنا هو ماسك الغيه فوق. طب ينفع اقابل عبد طبعًا العظيم؟ طبعا اوكي طبعا. يلا نروح يلا نتعرف عليه. يلا بينا. انت بتشتغل ايه غير موضوع الحمام ده يا عبد العظيم؟ بشتغل نقاش. نقاش؟ ايه اللي خلاك تيجي هنا؟ غيت الحمام. انت غاوي حمام برضه؟ غاوي الحمام لو شغلانه ودي بس بتعملها عشان فلوس تطلع الدور السادس اللي احنا فيه؟ لا طبعا. ايه التشبيب ده يا عبد العظيم؟ اللي هو مثلا بيتربى هنا زغلول مثلا لغايه ما شباب كده وبعد كده نطلعه فوق. هنا الشباب؟ هنا الناشئين. الناشئين وبعد كده لما يكبروا يروحوا بعد ما يكبروا بيطلعوا على فوق على طول. ويعيشوا في كل قصر. كل واحد في باله. ليه بتشتغل الشغلانه دي يا عبد العظيم؟ الحمام يعني دي غيه من صغري وانا بحب الحمام. ليه بتحب الحمام؟ بتحس ايه وانت في وسطه؟ بحس ان انا بنسى نفسي. ازاي؟ بحس ان في علاقه بيني وبينه، بنسى كل همومي ومشاكلي هنا. قبل ما تيجي هنا تكتشف ان انت كنت بتحب الحمام، كانت هوايتك ايه؟ لا انا غاوي الحمام من صغري وانا عندي 9 سنين. من 9 سنين وانت بتحب الحمام. وطول عمرك بتشتغل في غاية الحمام؟ كان عندك غاية؟ لا مش بشتغل، دي هوايه عندي. مزاج كده على طول تيجي. احب الحمام، احب اكله، احب اشوفه وهو طاير كده. يعني انت ابراهيم كده عطر على حد زيه وانت وهو شغالين في الغيه دي. انا وهو شركاء وبنحب الحمام واصحاب من زمان يعني الصراحه. وتقعد كده تنسى نفسك واهلك موافقين على اللي بتعمله؟ لو عندك مشاكل الدنيا وقعدت هنا هتنسي كل اي حاجه انت. اهلك بيحبوا الحمام برضو؟ لا بيحبوا. مراتك وولادك؟ بيحب ياكلوه. ياكلوه؟ طب انت بتاكل حمام؟ لا من صغري عمري ما اكلت الحمام. وقرفت اكره اللي بياكلوا حمام. انا بتهيألي هبطل اكل حمام، انا كنت بحبه زمان. الله يجازيك بوظت عليا. في عشره بيني وبينه صراحه، فازاي هاكله يعني؟ هو ده نفس الحمام اللي بناكله؟ هو الحمام بيتاكل عادي بس ده غالي شويه يعني غير الحمام البلدي والكلام ده. انا هطلع ابص بقى على الحمام اللي فوق وهو بيطير وهو بيرجع وهو بيعمل. تعالي حضرتك. يلا. Thank you.
عبد العظيم قال لي ان لما الحمام بقى بيكبر بيعيش هنا. بنطلعه هنا في الغابه بقى الشاب، كل واحد بيبقى ليه بابه. كل جوز؟ لا كل فرد، هنا ما ينفعش جواز، هنا كل واحد بس، ما ينفعش يعيشوا مع بعض اتنينات. ليه؟ يضربوا بعض، لان هم بقى هنا كلهم ذكوره، فلو حطينا اتنين مع بعض كلهم ذكوره؟ كلهم ذكوره، ما ينفعش حتى هنا النتاء معاهم. ليه؟ يعني ما ينفعش، لو حط معاهم النتاء بتبوظ الغابه كلها، الحمام مش هيطير. كل واحد طير عقله عايز ينزل يخش النتاء بتاعته. فعشان كده مش هيطير خالص. لكن هو بيطير بقى يدور على ايه؟ هو بيشيل، احنا بقى بنشيل مع بعض بقى مثلا منطقه زي الظاهر، زي باب الشعريه، زي الجماليه، بنتصل بعض بالتليفونات، دي وقت بنفتح فيه. يلا كلنا نفتح، بعتين الحمام بتاعنا نفتح الحمام كله. نروح لامين مثلا بتاع 50 حمام، نروح مدخلين المنطقه اللي احنا عايزينها. بس مش عارفك انه هيمشي كده مش هيمشي بيبقى كده. بيبقى عندي حمام مثلا يعني ايه، لا يعني حطيته عند واحد جوزته في المكان دوت، فما باجي يسيبه هنا عايز يروح له هناك. فهو عشان بيطلع قدام منهم فرحان، فبيطلع يخبط قدام الحمام، فالحمام بيفضل طوعه ماشي ورا منه لحد ما الحمام رايح المكان اللي فيه الحمام اللي هو كان متجوز، يروح واخد مع الحمام ايه هناك، يروح هناك يلاقي بقى ناس بتشاور وناس بتصفر وقلق جامد. فالحمام كله خد مع بعض. طبعا الحمام راح هناك عايز يرجع مكانه، فبيرجع بالحمام بتاع الايه بتاع الناس اللي هنا. بيبقى في هنا عندنا في المنطقه مثلا في حسات ناس مطيره برضه حمام تاني، يجي يروح كله واخد مع بعض، وعاملين قرص كبير فوق دماغتنا. نشير بقى، نفضل مع بعض لحد اخر الليل ما نشير. ممكن بقى لا اما يروح لحمام عندهم، لا اما هم يروح لهم حمام. ده بقى الحرب اشتغل بقى كده خلاص. لو راح لهم يبقى هم اللي كسبوا البوم، يبقى هم اللي كسبوا كده. احنا خدنا عندكم النهارده ومسكنا لكم، نقعد بقى مع بعض على القهوه. الاسره اللي قلت لي بقى في تحت في الدور الثالث، نحط في الدور الثالث ده الاسره بتاع الاسره دوت. تخيل انا هستعمل الكلمه دي بعد كده. لو انا مسكت ان شاء الله، لو انا مسكت عيالي هقول لهم احطكم في الثالث. لو انا بقى مسكت فرد حمام ولا حاجه من دول، بحطه في المكان ده بتاع الاسره. لو هو بقى خلاص بعد ما خلاص نقعد ننكش في بعض نعمل في بعض، بعد كده اروح سايبه له تاني يروح لصاحبه. تقعدوا بقى على القهوه ولا في مكان الضيافه تحت في القهوه؟ ممكن في مكان الضيافه عندنا هنا. انا نفسي اتفرج بقى على الحمام بينزل والحمام بيطلع. فانا عينية. عشان بس ما تنسانيش ادي لك بس الهديه بتاعتك. عينيا. وانا هديتي انك تفرجني على الحمام. عينيا، ده اجمل هديه. الله يا ساره، نجم سينمائي. نجم سينمائي. ربنا يبارك لك يا ساره. ربنا يبارك لك. خد يا ابراهيم، دي اجمل هديه. هنطير بقى الحمام. عينيا طبعا. يا حمام طاير أشكال والوان، من غية البرج البيت لسطوح، ورا رزقك تجري في كل مكان، وعيوننا تحوطك فين ما تروح. أسراب في السما رايحة وجاية، كأنها فرقة بتقدم عرض، وفي آخر اليوم عند الغية تطمن وقت ما تلمس أرض. يا حمام شايل حكايات ياما، شوف كم مرسال وياك مبعوت، الدنيا دي شبه اليمام عمالة بتسرح في الملكوت.